نجحت البعثة الأثرية المصرية الإسبانية المشتركة بين المجلس الأعلى للآثار وجامعة برشلونة والعاملة بمنطقة البهنسة بمحافظة المنيا في الكشف عن 3 مقابر من الحجر الجيري من العصر الروماني و16 مقبرة من العصر البيزنطي والقبطي. وأسفرت الحفائر عن نتائج هامة تتعلق بتاريخ هذا الموقع، وقامت البعثة بأعمال معالجة القطع الأثرية التي انكم الكشف عنها وتدعيم وتقوية الرسومات الجدارية الموجودة على جدران الباسيليكا في الموقع، بالإضافة إلى دراسة النصوص القبطية واليونانية المكتوبة على الجدران أو على الشقفات، مشيرا إلى أنه تم كذلك توثيق الموقع عن طريق العديد من الصور ثلاثية الأبعاد والصور الجوية.